تتمدد خارطة المواجهة العسكرية بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في محافظات مأرب والجوف والبيضاء مؤخرا محاولة واضحة لتغيير سير المعارك ونتائجها وإعادة التحكم والسيطرة في مسرح العمليات العسكرية، بما يضمن تخفيف الضغط المتواصل على مأرب التي تواجه أكبر عملية عسكرية على تخومها منذ أشهر. ما تسمعوا من انتصارات على مستوى كل المناطق هو بداية انكسار للميليشيات الحوثية. المستقبل يبشر بالخير، المستقبل يبشر بالخير. تحولات دراماتيكية متسارعة ومعارك محتدمة في جبهتي مأرب والجوف، حيث أحرزت قوات الجيش الوطني تقدمات ملحوظة في مناطق جبال مراد جنوبا، مسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية بينها مركز مديرية رحبة، إضافة إلى كسر زحوف الحوثيين في الجدافر ورغوان، مرورا بالكسارة والمتجح وصولا إلى غرب سلسلة جبال البلق، حيث تسعى الميليشيات إلى تضييق الخناق على مأرب وقوات والوصول إلى مواقع متقدمة من مدينة مأرب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. العدو متحرك والعدو مندحر والعدي انسحب ولم يبقى له أي أثر. هناك أسرى وهناك قتلى من العدو وهناك ممتلكات موجودة من تقنيات العدو في أيدي الجيش والمقاتلين من قبيلة مراد بشكل عام، والنصر أصبح حتمي. النصر أصبح حتمي. دفعت ميليشيا الحوثي بأنساك قتالية متتالية وعتاد عسكري نوعي، إضافة إلى قصفها الصاروخي وطائراتها المسيرة، موظفة ماكنتها الإعلامية ودعمها اللوجستي للسيطرة على مأرب، غير أن ذلك كله قوبل بمقاومة قوية تصدت لها قوات الجيش والمقاومة. تؤكد معارك مأرب وانتصاراتها الأخيرة وصمود مأرب الطويل مدى قدرة قوات الشرعية على التحكم في مسرح العمليات القتالية وخارطة المواجهات غير المسبوقة طيلة سنوات الحرب، ما يستوجب من الشرعية وحلفائها العمل وبجدية أكبر مع فكرة استعادة الدولة اليمنية ودحر الانقلاب. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.